تمكن برنامج وفعل الخير ومؤسسة الشروق الخيرية بالتعاون مع فرع بلدية العامرة لجمعية البسمة بولاية عين الدفلة من بناء 9 منازل جديدة في ظرف وجيز ومنحها لعائلات كانت تعيش ظروف أقل ما يقال عنها أنها قاسية وسط أكواخ طوبية وقصدرية. ومن بين تلك الحالات عائلة علي جوابي من ذوي الهمم ببلدية العامرة. أفضل الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. شو الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول صلاة ولم يقول ركعات ولم يقول حجات ولم يقول قال سرور تدخله على، لأنه هاد الناس كانوا يأسين، كانت في الإيماجيناسيون تاعهم مستحيل أنها تكون عندها كبيت وشومبرا ودوش حتى يجي واحد إنسان ولا يجي برنامج يكون سبب باش يقلب لهم حياتهم رأسا على عقب. فهذا الشيء شيء رائع وجميل، والأهم من هذا أخويا شريف، وهذا هو الهدف والمقصد تاع البرنامج منذ انطلاقته في 2012، هو غرس ثقافة المحبة والتسامح والتضامن بين كل أطراف الجزائر. هذا المنزل 9 والعاشر عن طريق الإنجاز، والحداش سيب طريق عن قارب إن شاء الله. الحالة الذي جلست مقبل كانت عايشة في كوخ، ماشي سكنة ولا كوخ، وذوك الحمد لله الصورة هي تعبر عن نفسها مش أنا عبر. والشكر الموصول للمحسن تاصطيف الذي تكفل بالمنزل من البداية حتى النهاية، ويزيد على ذلك تكفل له بمبلغ شهري على مدار سنة، وتكفل له السمانة هذه جيب له شريطة من ذوي الهمم. عدسة شروق نيوز رصدت فرحة أفراد عائلة جوابي لحظة دخولها منزلهم الجديد المجهز. صحيتك لبنان هذه الدار ربي يبنيني قصف في الجنة. اللهم انجعلنا من ذي الحسنة يا رب، وما أغطاني إن شاء الله ربي يعطينا قصف الجنة يا رب. والله فرحت شكر الشيخ فيزازي والأخر نشكر قناة شروق كاملة ونترحموا على علي فوضي رحمة الله عليه الله يرحمه، ونشكر قناة الشروق لتسجد شكر لربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة. مستحيل شمبرا وما تقدري لهاش، مستحيل ما تقدرش. الحمد لله يا ربي فرحت كثيرا، كانت دارنا قديمة ولا تجديدة كثيرا ولا تكال قصر. هي ملحمة في العمل الخيري والتطوعي، تبدأ بصور حزينة لعائلات تعاني لتنتهي بعرس حقيقي تتجلى به أروع معاني التضامن والتآزر بين أفراد الشعب الجزائري.